يظنون أن النهار يمتد إلى ما لا نهاية. نعم. هكذا يظن يعني عندما تقف في النهار وتنظر إلى الأعلى إلى السماء. نعم. تشعر كأن هذا الضوء يمتد من الأرض إلى الشمس. نعم. إلى القمر إلى النجوم الكواكب ويختفي في الليل. نعم. ولكن القرآن وصف لنا هذا الأمر بطريقة مختلفة. الله تبارك وتعالى أكد في القرآن أن طبقة النهار هي طبقة رقيقة جدا جدا جدا. يعني في سورة ياسين يقول تبارك وتعالى وآية لهم الليل. الليل أيوة. أيوة نعم. الليل هو المظلم. نعم. الكبير نسلخ منه النهار. يعني نسلخ فالنهار يعني إذن هو مثل قشرة. نعم. الفاكهة مثلا قشرة رقيقة تنسلخ تباعا. تمام. عن النهار ينسلخ عن الليل. عن الليل. نعم. فإذا هم مظلمون. هنا الحقيقة كثير من المفسرين لم يدركوا يعني الأبعاد الحقيقية لهذه الآية، ولكن عندما قام العلماء بتصوير هذه الطبقة الرقيقة وصوروا أيضا انسلاخ الليل عن النهار اتضحت الفكرة أكثر. لذلك دعنا نذهب إلى الفيديو ثلاثة رقم ثلاثة لنشاهد هذه. يعني هنا هذه الصورة من مركبة فضائية. نعم. الأرض طبعا نرى هنا طبقة النهار هي سمكها يعني لا يتجاوز 1/100 من قطر الأرض. هذه هي الطبقة الرقيقة جدا التي تظهر بلون أزرق باهت على حافة الأرض كما نرى هذه الكرة الأرضية، وهذا المنظر من أعلى. ونرى هنا انظر يعني طبقة النهار رقيقة جدا يعني لا تمتد إلى مثلا ملايين الكيلومترات، لا هي لا تتجاوز تقريبا 100 كيلومتر تقريبا. يعني انظر هنا الظلام يحيط بالأرض من كل جانب، يحيط إحاطة تامة، وتظهر هذه الطبقة رقيقة جدا، ولكن بالنسبة لمن يقف على الأرض يظن أنها تمتد باتجاه السماء إلى ما لا نهاية. ودي حقيقة نراها يعني. فهذا المشهد لا يمكن لأحد أن يصوره لنا إلا إذا خرج خارج الأرض، خارج الغلاف الجوي، لا يمكن رؤية ذلك ولا يمكن التنبؤ به. لذلك عندما قال الله تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يعني أعطانا إشارة علمية. المسلوخ هو شريحة بسيطة شريحة وليست بالحجم الكبير. نعم. من المنسلخ منه يعني. بالضبط، هي شريحة ضيقة جدا كما نرى أمامنا، يعني هذه صور حقيقية. نعم. الأقمار الاصطناعية. وسوف نرى بعد قليل أيضا كيف ينسلخ هذا الليل عن هذا النهار عن الليل بشكل واضح جدا في الفيديو التالي. نعم. يعني سوف نرى. نعم. هذا فيديو حديث. نعم. عرض منذ فترة بدقة عالية جدا يصور لنا تماما ما تقوله الآية القرآنية، مع العلم أن الذين صنعوا الفيديو غير مسلمين. نعم. سبحان أنا الملك. نعم. طيب نشوف الفيديو التالي إن شاء الله. انظر أخي الكريم هذه هي الكرة الأرضية. الظلام. انظر كيف ينسلخ النهار عن الليل حتى فإذا هم مظلمون. انظر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. انظر أثناء دوران الأرض هذه الصورة تم تسريعها طبعا. نعم. لكي نراها يعني هذه العملية تستغرق 24 ساعة. نعم. هنا تستغرق عبارة عن 4 أو 5 ثواني فقط عملية الانسلاخ، تم تسريعه كثيرا حتى ظهر لنا بهذه الصورة الرائعة. انظر طبقة رقيقة جدا تنسلخ وتختفي ويخيم الظلام، والله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سبحان الله. وآية أخرى أيضا تقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أيضا هذا المشهد يصور لنا تداخل، انظر هناك خط يفصل بين الليل والنهار تداخل بشكل دائم، يعني هناك عملية إيلاج وتداخل بين الليل والنهار مستمرة لمليارات السنين. نعم. وصفها لنا القرآن بدقة مذهلة. إذن من نعود ونقول كيف تمكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي يعيش في صحراء صلى الله عليه وسلم من وصف ظاهرة كونية
لا يمكن رؤيتها إلا بالأقمار الاصطناعية وبالكمبيوترات الحديثة. يعني هذه الظاهرة الحقيقة تتطلب أقمار اصطناعية ومهندسين كمبيوتر ليقوموا بتسريع ومعالجة الصور، وتستغرق زمن طويل حتى تنتج هذه اللقطة التي نراها خلال دقائق. سبحان الله.